ايام ماتش، وبرضه يبقى في تحميل على اللعيبه يعني وكده. ايوه واحنا عندنا في اصابات، وفي بقى اكيد في اجهاد من ضغط المباريات اللي هي ايه ورا بعض دول، وبالذات احنا جايين من فتره بتاعه الكورونا كان في وقف كتير قوي قوي. أيوة. حب دليل ان مستر فايلر ما لعبش ماتشات وديه كتير، لعب مباراتين بس في الماتشات التحضيريه بتاعه الايه الجونه وسموحه تقريبا، تكمله الدوري دي. ايوه الله يكون في عون الفرقه عندنا بسبب الاصابات الموجوده، واصابات لاعمده اساسيه لو موجوده بتديك ارتاحيه انت كمدير فني، ان هي بتفرق معاك وتحسم لك لقاءات كتير. هنيجي عند الاصابات، ثلاث خطوط عندنا فيهم غيابات، مش بس اصابات حتى ايقاف، يعني كهربا واحد من الاعمده الاساسيه، كهربا والسوليه وفي حسين الشحات وفي برضه متولي وفي سعد سمير، بس انا بتكلم اللي كانوا قريبين الفتره اللي فاتت او اللي انا بتمنى من الله شفائهم يعني عشان يلحقوا في الماتشات الافريقيه لما نيجي نتكلم عليها. من وجهه نظرك لعيبه زي كهربا اللي هيرجع ان شاء الله مع ماتش الاسماعيلي، الشحات اللي ابتدى يدخل تاهيل دلوقتي عشان يبتدي تمرينات مع الفرقه، عندهم فرصه يلحقوا او يكونوا جاهزين فورمه يعني في ماتشات قبل نهائي افريقيا الوداد؟ اكلمك على الحرس الاول وبعدين نتكلم على الماتش الافريقي مع دول. ماتش الحرس مهم جدا، ليه؟ فرقه الحرس برضو ايه عندهم معدلات الجري بيجروا كتير، وعندهم لعيبه صغيرين، وبعدين المباراه برضو ايه في ملعبهم على ما اعتقد يعني مباراه برضه النادي الاهلي في المكس، ماتش ورا ماتش، في برضو اجهاد للعيبه، بس كل الفرق بتلعب بنفس الوتيره يعني. ما انا معاك، بس برضو انت لما تكون مرتاح بقى عندك ارتياحيه، عندك فتره بعيده بين مباراه ومباراه. بالعكس ده انا شايف انه انا حاسم البطوله وفارق بشكل كبير، ما دي مالهاش دعوه، ما في مجهود بدني، عايز تقصد ضغط بدني يعني، وذهني على اللاعب، وفي سفر برضو المباراه فيها في برضو في اسكندريه. انا بكلمك ان برضو في ضغوطات على اللعيبه، فعشان كده بقول لك المباراه بتبقى صعبه شويه، بس الاهلي كل مباراه زي ما قلت لحضرتك من الاول للاخير المباراه بتبقى صعبه. فطبعا مستر فايلر مركز على المباراه دي، والحمد لله هيبقى في عوده علي معلول ناحيه شمال. الماتش اللي فات لعب ايمن اشرف ادى دوره على اكمل وجه، بس المباراه دي احنا محتاجين فيها علي معلول يكون موجود، وان شاء الله وليد سليمان يكون موجود. مباراه مهمه لحصد الثلاث نقاط اللي احنا محتاجين زي ما قلت لحضرتك 11 بونت عشان نبقى ناكد على حصد النقطه 76، حصد البطوله، تحسم البطوله ويبقى عندك بشكل كبير ارتياحيه. وانا شايف ندي فرصه بقى للناس اللي هم صاعدين من تحت زي عربي بدر ومجموعه اللعيبه اللي هم تصعدوا، هيبقى ليهم دور الفتره اللي جايه. الناس اللي ما بتلعبش زي صالح والناس اللي كانت بعيده شويه ان شاء الله ممكن يبقوا موجودين الفتره الجايه. فماتش بكره شايف انه مهم جدا في مسيره النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله نحصد الثلاث نقاط، ومن اول المباراه كده نحاول احنا نسجل طبعا زي المباراه السابقه، بحيث ان احنا نبقى في ارتياحيه لتكمله المباراه، ما يبقاش في ضغوطات علينا. وده اللي بنتمناه ان شاء الله، لان احنا عندنا مهمه صعبه جدا وشاقه جدا اللي هي بتاعه البطوله.